السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تشكوكي امامس 3-2 امام اولمبيك اسفي، دفاع حسن اوضاعه في البطولة ايضا بعد فوزه على الحسنية الاكادير، ربما تغييرات اشياء كثيرة في البطولة. هذه كرة رجوية بين مالون، جول من قدم السوبر اسيس عبد الاله حفيدي للجولياتور بين مالونجو، هدف لرجاء السادة دقيقة 74. الرجاء يعود مجددا، اصرار بين مالونجو يقود مرة أخرى لمرمى الحارس محمد أمين البرقادي، تصبح النتيجة 1-0 لرجاء. شريط المباراة قلت بأن نهضة بركان يريدها حاسم، ضربة رأسية متميزة من الصعب على بونكا الذي قدم لقاء كبير، كانت صعبة وحاسمة بالنسبة لفريق نهضة بركان. عزيز محمد الذي دخل بديلا تمكن من التسجيل، دخل بديلا وتحمل مسؤولية هذه المباراة في قانونها، عامل الحظ يكون كذلك جد مهم. هدف قاتل، هدف قاتل، قلت قبل لحظات الدقيقة 92 نهضة بركان متفوقة. هدف قاتل لفريق مغرب التطواني، يعود من بعيد، الحمامة تعود لتحلق من جديد بعد هدف من ركنية فعلتها الركنيات، فعلتها الركنيات من نقطة الملعب، فعلتها الركنيات.